ما عرفت واخذت الريسبيرتوري سيستم، راح نبداكم الجي اي تي. واضح طلاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجي اي تي الكونتنت راح ناخذها بالمحاضره مالتنا، المحاضرات مال الجي اي تي الايزوفيجاس ستومكس سمول انتستين ولارج انتستين. الهيستولوجي اوف دايجستيف سيستم او جي اي تي ان جنرال، ذني ان جنرال لازم تحفظونهن الفور هيستولوجيكال لايرز او البيزك هيستولوجيكال لايرز، ميوكوزا سب ميوكوزا ماسكولاريس والسيروزا، هذني تنحفظن انه اللاير مال الجي اي تي تكون من الفور لايرز او البيزك هيستولوجيكال لاير اوف جي اي تي، ميوكوزا سب ميوكوزا او ماسكولاريس او الماسكولار لاير والسيروزا، لانه مهمات وين ما تسالون على الهيستولوجي اوف جي اي تي تحفظون ذني الفور لاير، سو ذني كلش مهمات بعدين بالديزيز بالباثولوجي بالتيومر بالستيجنج اوف تيومر، كلش مهمات ذني الفور ستيج، وتعرف كل كل لاير منين تتكون. اللاير الاولى الميوكوزا، تعرفون هالميوكوزا كلاريس ميوكوزا، ذني الكونتنت اوف ميوكوزا ابيثيليوم جوال لامينا بروبريا والماسكولاريس ميوكوزي لايرز. طلاب سمعون له صوت واضح؟ واضح ان شاء الله. الكهرباء طفت قلنا خاف اثر على الصوت. السكند لاير هي الصبي ميوكوزي اللي تكون من اللي تعرفون الصبي ميوكوزا لاير هي تقريبا لوز كونكتيف تيشو بها البلس سبلاي النير بالاضافه الى البلكسس اوف ميزنر بلكسس اللي هي السمبثيتك لايرز او البارا سمبثيتك او جي اي تي تو لايرز ما عدا الاستومك هاي تحفظونها تتكون من 3 لايرز ما عدا. بس انقطع الصوت، تقدر تعيد النقطه فاتت؟ وين وصلتوا انتوا؟ الصبي ميوكوزا ثاني نقطه. اي صبي ميوكوزا. صبي ميوكوزا اوكي. الميوكوزا اخذناها مكونات مالتها ذني ال 3 الابيثيليوم، اهم شيء اللانينج ابيثيليوم، راح ناخذ كل مكان بالجي اي تي من الايزوفيجاس للجي اي تي لللارج باول نشوف كل اللاير مالته، يعني شنو اللانينج ابيثيليوم مهم. بعدين اللامنا بروبريا تعرفون هذا اللي جوا الابيثيليوم والماسكولاريس ميوكوزي الطبقه الخفيفه مال المصل تقريبا ديسكونتينوس ما متصله مع بعضها، مصل قليله اكثر شيء ممكن نشوفها بالاستومك واضحه، باقي الجي اي تي تكون عاده مو كلش واضحه الماسكولاريس طبقه قليله من المصل. جواها راح تجي الطبقه الثانيه هي الصبي ميوكوزي يكون من كونكتيف تيشو بلس سبلاي، في بعض المكانات مال جي اي تي بها جلاند موجوده مثلا بال بالتيودينم اكو بيها بالسيميوكوزال جلاند بالايزوفيجاس اكو سيميوكوزال جلاند، وبعض السايت اوف جي اي تي ما بيها جلاندز يعني فقط كونكتيف تيشو بلس سبلاي نيرف بالاضافه الى البلكسس اوف ميسنر بلكسس. زين الطبقه الثالثه هي المصل لاير، واضح؟ الطبقه الثالثه هي المصل لاير اللي عاده تكون من تو تايب اوف مصل اللي هي سيركولر انر، الطبقه الداخليه تكون سيركولر والاوتر تكون لونجتيودينال muscular layer، ما عدا الاستومك بها 3 تايب اوف لايرز مال المصل اللي هي عاده تجينا الاوبليك انر سيركولر والميد تكون اوبليك والاوتر تكون لونجيتيودينال. اذا هذه مهمه، فقط الاستومك كونتين 3 تايب اوف او 3 لايرز اوف مصل، هذه مهمه. جي اي تي كل الجي اي تي من الايزوفيجاس لللارج بول هي 2 لاير ما عدا الاستومك 3 لاير. تجينا بعدين السيروزه الطبقه الاخيره السيروزه. اوكي هنا الهيستولوجي اوف ذا ميوكوزا، احنا قلنا نبدي بالابيثيليوم، هنا هذه مهمه الجدول حتى تعرف انت من تنسال على اللايننج ابيثيليوم كلش مهم، لازم تعرف كل بارت بالجي اي تي شنو اللايننج ابيثيليوم مالته. اذا ما يسالك على الماوث يقول لك شنو اللايننج ابيثيليوم مال الماوث، يقول له نان كيراتينايز ستراتيفايز سكويموس ابيثيليوم، نان كيراتينايز ستراتيفايز سكويموس، الفارينكس نان كيراتينايز ستراتيفايز سكويموس، الايزوفيجاس نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس. اوكي هسه ما راح تروح للاستومك راح يتغير، هنا أنا صارت سمبل كولومينر ابيثيليوم سمول انتستين سمبل كولومينر واللارج انتستين سمبل كولومينر الانس نان كيراتينايز ستراتيفايد، رجعنا بعدين هم ستراتيفايد سكويموس. هذني مهمات ان تعرف اللانينج ابيثيليوم مال كل بارت اوف جي اي تي فيري امبورتنت، لان على ضوها ممكن تعرف حتى التايب اوف التيومر اذا عرفت انت الاندرلاينج aligning epithelial mucosa of the part of GIT. مثلا ما تقول انا اعرف نان كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس، اعرف بعدين الكومن تيومر مثلا يكون سكويموس سيل كارسينوما، مثلا فارينكس شنو التايب اوف لاينينج ابيثيليال ايزوفيجاس
مهمة حتى ببعض الديزيز نعرف انه هذا اللايننج ابيثيليوم مال الايزوفيجاس هو نان كيراتيناز. اذا لقينا مثلا جلاندولار ابيثيليال صاير من ضمن الايزوفيجاس نعرف انه اكو فد باثولوجيكال ليجن وهذا ممكن يدينا الى فد سبيسيفيك ديزيز او مثلا بارت ايزوفيجاس سموه او حتى التايب اوف تيومر ممكن نحدده من النوع اللايننج ابيثيليال اوف اورجان. الاستومك سمبل كولومينر والسمول انتستين سمبل كولومينر واللارج انتستين سمبل كولومينر ما عدا انا استرجع بعدين نان ستراتيفايد سكويموس ابيثيليال. هنا الهيستولوجي اوف ذا ميوكوزا الفولد اوف ابيثيليال. هل الابيثيليال من نشوفه يعني هاي باي نكت عاده باي نكت اي ممكن بالاكزام جروس اكزامينيشن مو مايكروسكوبيكال جروس. انت ممكن اذا نعطيك الايزوفيجاس هذا التيوب يعني تعرفون هو مسكولار تيوب تقريبا هذا من نشوفه يعني بعينك من الانسبكشن هل بي فولدد الميوكوزا ولا لا. يعني هاي مهمه من تتباوع تقول انا اعرف انه هذا التايب ميوكوزا باي انسبكشن انه هذا فولدد او نون فولدد. اعرف الميوكوزا مال الفولدد مال الاستومك اعرفها مال سمول انتستين شلون صايره مال لارج انتستين. الايزوفيجاس عاده نون ما بي فولدنج واضح ما بي اي فولدد يعني الميوكوزا تكون عاده ما بها اي فولدنج. الاستومك لا بها لارج فولدينج وسمول فولدينج. اللارج هذا ال معناها لارج نسميها الروغي حتى بالاناتومي جوز ماخذيها انتم الروغي واضح. هذه اللارج او الفولدينج اوف ستومك اللارج فولدينج اوف ستومك نسميه الروغي واكو سمول فولدينج بتوين ذا روغي نسميه بيتس واضح مثل الثقوب فتحات صغيره يعني هم نشوفها بالميوكوزا اكو بيتس. هذا البيتس عادة المكان اللي تفتح عن طريقه الجاستريك جلاند واضح. فعندك الروغي اللي يعني الميوكوزا هنا مو سموث مثل الايزوفيجاس تشوفها لا شوفها روغي بها فولدينج يعني احنا نسميها مطرقه او بها تجاعيد. فهذه على مود شنو الفائده مالت على مود تزيد السيرفيس اريا يعني هذا عادة الفولدينج على مود تزود لك السيرفيس اريا بدل ما سموث هي صغيره محدده الصور فبيها هذه الفولدينج او الروغي على مود سيرفيس اريا. اذا مثلا انت تسوي مثلا تنشن للجاستريك ميوكوزا وما تخلي بها اي فولدينج راح تشوف لارج سيرفيس اريا ماستوم. هاي تفيدنا عاده بالهضم الغذاء مثلا او بالابزوربشن مهمه لان تزود لك سيرفيس اريا وحتى التايم هم راح يزداد الوقت يزداد هذا كله مهم. سمول انتستين مثلا هم بيها اللارج ابليكا سيركولاري نشوفها هذه اللارج فولدينج واضح على بالانسبكشن او بالجروس اكزامينيشن نشوف اكو لارج فولدينج بالميوكوزا واكو فيلاي اللي بعدين نشوف السمول كريبتس اوف ليبركن واكو مايكرو في المايكرو فيلاي على مستوى الخليه نفسها اكو بها فيلاي. هذه مهمه ليش هل هل هل, هل تعقيد هذه بالسمول انتستين ميوكوزا بليكا سيركولاري يعني اصلا الميوكوزا صار مثل على حلقات يعني مثل تقريبا شبه حلقيه يعني الطب اللي جوه ترجع بعدين. هذه الميوكوزا ان جنرال بعدين السيرفيس مالي البليكا سيركولاري هم بي فيلاي مثل فينجر لايك بروجكشن. بعدين تجيك الكريبتس يعني هم اكو فد انطعاجات اصلا من ضمن الفيلاي وانطعاج هم اللي جوا يصير كريبتس اوف ليبركن هم اللي تفتح بيه الجلاند عاده. وبعدين السيل نفسها هم بيها مايكرو فيلاي. هذا التعقيد كله شنو؟ حتى تزيد السيرفيس اريا يعني السيرفيس اريا هسه مال السمول انتستين تتضاعف الاف المرات وهذا very important for digestion of the food and absorption of material أو absorption of food materials vitamins أو proteins أو أي شيء. فهذا كلش مهم يعني راح شوف صور surface area شقد راح تزداد يعني أنت بدل ما تمشي منطقة مسطحة توصل بسرعة مثلا لا تصعد جبل وتنزل وتصعد وتنزل وأنت ما ماشي لك يمكن إذا تشوفها ما ماشي لك حتى نص كيلومتر يعني على إذا تحسبها على surface area على الأرض بينما أنت شقد صاعد نازل صاعد نازل وين وهي محدده مسافه محدده صغيره. فانت هذه كلها المضاعفه تقريبا الاف المرات تضاعف السيرفيس اريا. هذه مهمه على مود الدايجستن والابزوربشن اوف فود. اللارج انتستين هوستره اللي بها اللارج فولتنج يسمى هوستره واكو بها سمول هو انتستاينال جلاند اما اكو بها فد بيتس اوف انتستاينال جلاند يعني اكو فد سمول فولدينج واكو لارج يسمونها الهوستره. واضح ذني مهمات انه تعرف انه هل هذا الميوكوزا بي فولدينج بالانسبكشن الجروس لو ما بي وقلنا الفائده مالته فوق فور اللارج سيرفيس اريا وهذه فيري امبورتانت بالدايجستين او الابسوربشن. هنا ناخذ الهيستولوجي اوف صبي ميوكوزا. احنا اخذنا الميوكوزا وقلنا منين تتكون اللاير مالته واخذنا بعدين الفولدينج مالته ناخذ الاندرلاينج اللي هي الصبي ميوكوزا. الايزوفيجاس
شكو بالصبي ميوكوزا مهم. صبي ميوكوزا صبي ميوكوزا ميوكاس جلاند هذه مهمة. وبعد حتى يعطوك مقطع صغير مثلا يقول لك يا بعد تعرف تقدر تعرف لي شو اسمه منين ماخذ هذا النسيج هذا. ممكن انت تقول انا من الجياتي اسمه تعرف لي تقول لي هذا من مثلا من الايزوفيجس ستومك لارج او سمول باول. يقول انا هذه الصبي ميوكوزا جلاند موجوده عندي ممكن افكر ايزوفيجس او افكر مثلا دودينام بيهن اكو بالصبي ميوكوزا جلاند باقي الجي اي تي ما بيها مثلا. فهنا عندك بالايزوفيجس اكو بالصبي ميوكوزا اكو جلاند مهمة صابي ميوكوزا لميوكاس جلاند يعني ميوكاس سكريتين جلاند. تجي للستومك الصابي ميوكوزا ما بيها اي جلاند. نجي للديودينام بيها برونر جلاند هم ميوكاس سكريتين جلاند برونر جلاند موجودة بالصابي ميوكوزا. تجي للإليام الصابي ميوكوزا ايش بيها؟ بيها البيروس باتشس اللي هي عبارة عن كوليكشن اوف لنفوسايت واضح؟ بيروس باتشس معروفة لارج كوليكشن فوليكول كوليكشن اوف لنفوسايت بس يسمونها البيروس باتشس واضح. اللارج انتستين ماكو شيء بالصبي ميوكوزا. فاذا انت جابوا لك سلايد وراوك بالصبي ميوكوزا وشفت انت بالصبي ميوكوزا ذا كلير تفكر انه ممكن ستومك ممكن لارج انتستين. اذا بيها جلاند هل هي برونر جلاند مال ديودينام ولا هي ميوكوس جلاند مال ايزوفيجس او لقيت لنفويد اجريجيشن على شكل فوليكول لارج فوليكول حتى نوبات جيرمينال سنتر بيها تقول هذه لنفويد اجريجيشن هي هذه مال فيروس باتش مال اليوم. يعني اليوم انا اقدر اميزها من سمول انتستين اذا انطوك يعني جزء من الاسمون تسجل لك هذه تقول لي إليام جوجينام أو ديودينام يلا ممكن تعرف إذا صبي ميوكوزا جلاند أقول هذا إليام. إذا ماكو شيء أقول هذا جوجينام. إذا أكو فيروس باتش لنفويد أقول هذا إليام. اللارج انتستين ما يوجد هذه مهمة بالترو فولس أو MCQ تجيكم إنه صبي ميوكوزا شبيهة واضح. إن الهيستولوجي أوف ذا ماسكولارس نجي للطبقة الثالثة هي الماسكولارس لاير أو المصل لاير واضح. سموث مصل لايرز اللي موجوده بالايزوفيجاس عاده سيركولر واللونجيتودينال واضح. سيركولر واللونجيتودينال تو تايب اوف لاير هاي السموث مصل نحكي عليها. سيركولر انر عاده تكون الطبقه الداخليه سيركولر والاوتر تكون لونجيتودينال. الاستومك بيها 3 لاير اوبليك سيركولر لونجيتودينال. تجي للسمول انتستين بيها 2 لاير سيركولر لونجيتودينال واللارج انتستين هم 2 لاير سيركولر اند لونجيتودينال. ايضا اختلاف فقط بالاستومك بيها 3 لاير تجينا طبقه جديده اللي هي اوبليك لاير. هنا السيروزه السيروزه الطبقه الاخيره من الجي اي تي اللايرز مال الجي اي تي هي السيروزه. الايزوفيجاس ادفنتيشيا بيها نسميها ادفنتيشيا ليش؟ لان هي ما موجوده داخل كافيتي حتى يغطيها البريتونيوم الفيزرال لاير مال البريتونيوم لا تعرفون هي ما موجوده ضمن الكافيتي. فلذلك الايزوفيجاس الطبقه الاخيره من الايزوفيجاس يسمونها ادفنتيشيا due to the fact that esophagus is not in the cavity. الاستومك هذه داخل البريتونيوم كافيتي فتغطيها الفيزرال لاير اوف بريتونيوم. سمول انتستين كذلك الفيزرال لاير اوف بريتونيوم. اللارج انتستين الفيزرال لاير اوف بريتونيوم. الانس خارج اللي بتطلع من البريتونيوم فصير ادفنتيشيا ترجع مثل الايزوفيجاس ادفنتيشيا. فهذه مهمه من يقول لك يا ابي اللاير السيروزا اللاير تغطي الايزوفيجاس يقول لي ادفنتيشيا سمول انتستين لارج والاستومك يقول لي هذه فيزرال او تايب اوف بريتونيال لاير هي الفيزرال بريتونيوم واضح. الانس ترجع ادفنتيشيا. هنا الايزوفيجاس نرجع ناخذ هسه بالتفصيل كل اورجان. هسه اخذنا احنا ان جنرال قسمنا لكم اللايرس وقلنا كل لايرس موجود بها مهمه. هسه ناخذ السبيسيفيك اورجانس ناخذ الايزوفيجاس. الميوكوزا حكينا عليها ستراتيفايد سكويموس نن كيراتينايز ابيثيليوم نن كيراتينايز يعني ما بيها كيراتين سكريشن صعبه تكون داخل الـ 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 داخل جسم الانسان وكو كيراتين فور وين يروح الكيراتين هذا عاد صعبه. فلذلك نن كيراتينايز ستراتيفايد سكويموس ابيثيليوم هاي الميوكوزا. هاي الصوره عندكم واضحه بتوضح لكم اللي نشوفون هذه اللاينينج ابيثيليال ميوكوزا هنا هي ستراتيفايد سكويموس ابيثيليال. الصبي ميوكوزا اللاير هذه الصبي ميوكوزا اللاير بها المزنر بلكسس اللي هي باراسمبثيتيك جانجليونيك سيل باراسمبثيتيك جانجليونيك اللي نسميه مزنر بلكسس وبها كذلك الايزوفيجيال جلاند واضح. الايزوفيجيال هنا مو كلش واضحه هسه اكبر لكم الصوره شوفون اكو بالصبي ميوكوزا هنا اكو هذه جلاند بالصبي ميوكوزا اكو ايزوفيجيال او ميوكوس سكريتينج جلاند هنا واضح. ماسكولارس اكسترنا هذه الماسكولارس اكسترنا هذه التو لاير انر واوتر شوفوا السكشن يختلف هنا لان وي السكشن جاي فتشوف تقريبا كل اللينث اوف
سموث ماسل. ليش؟ لأن هي سيركولر والسكشن هو كروس سكشن فطالع، بينما هنا لا لونجيتيودينال السكشن بالاوتر لاير اللي هي لونجيتيودينال، فشوف السكشن كروس سكشن ما طالع جزء بسيط من المصل. واضح؟ هذه الطبقة، هذه كلها الماسكولار لاير انر واوتر تو لاير، شوفن واضحه. وبيناتن انتر ماسكولار هنا هم نشوف اكو ماينتريك بلكسس اوف اور با خمبره سمبثي جانجلونكس هنا مهمه يسميها ماينتريك بلكسس. اذا ماينتريك بلكسس وين تلقاها؟ انترا ماسكولار. وعندك الميزنر بلكسس اللي هي سب ميوكوزال، هنا بالسب ميوكوزال عاده نشوف الميزنر بلكسس. ذن التو تايب اوف با سمبثي جانجلونك مهمات تنسي مثلا يقول لك ميزنر وين موجوده، تقول له بالصب ميوكوزا، وين نلقى الثيرد لاير اللي هي ماينتريك بلكسس يسمونها اورباخ بلكسس موجوده بالانتر ماسكولار. واضحنا الاورباخ نسميها وين موجوده بالانتر ماسكولار لاير، واضح هنا بين التو لاير اللونجتيودينال والسيركولار انر نلقى الماينتريك بلكسس او الاورباخ بلكسس اوف بارا سمبثيتيك جانجليونيك سيلز. اوكي إذن الأبر وان ثيرد هنا أنا مهم الماسكولار لاير، والماسكولار لاير مال الإيزوفيكس كلش مهم. الأبر وان ثيرد سكيليتال فايبر، يعني شنو؟ يعني سكيليتال مصل فايبر اللي تخط اللي تحيطنا بالإيزوفيكس. الميدل وان ثيرد ميكست سكيليتال وسموث مصل، اللور ثيرد سموث مصل فقط. واضح؟ هذه كلش مهمة. يعني الأبر وان ثيرد أوف إيزوفيكس الماسكولار لاير عادة تكون نسميها سكيليتال فايبر، واضح سكيليتال مصل. وهنا الميدل ميكست سكيليتال وسموث مصل، اللور وان ثيرد سموث مصل فايبر. واضح؟ هذه مهمه. بنجيك سؤال انه الابر وان ثيرد اوف ايزوفيجاس شنو الماسكولار لاير مالته؟ تقول لي سكيليتال مصل فايبر، والميدل تقول لي ميكست سكيليتال وسموث مصل، اللور سموث مصل فايبر. هذه مهمه. الادفنتيشيا لوز كونكتيف تيشو، الادفنتيشيا هذه الاخر شيء لوز كونكتيف تيشو، هذه اخر لاير من الايزوفيجاس هي الادفنتيشيا. لان مهمات اللاير تعرف انه الترتيب مالتهن، لان هذا كل شوي يفيدنا بالتايب اوف ديزيز اللي يصير بالايزوفيجاس. يقول لك راح يقول لك فلان كان اكثر شيء هذا الديزيز يفضل هذا المكان، بالاضافه للستيجنج اوف التيومر، نعرف التيومر هل هو باقي مكان مثلا بالميوكوزا صار ميوكوزا، لو عابر المصل لاير ضرب المصل لاير واصل للسيروزا عابر السيروزا، هاي كلش مهمه. انت من تعرف الاندرلاين هيستولوجي ببالك فممكن بعدين تفيدك وهذه بالستيجنج اوف ديزيز. هذه هم صورة توضيحية، شوف الميوكوزا واضحة، هذه ستراتيفايز سكويموس ابيثيليال، وهذه لامينا بروبري واضح، وبعدين تجي الصب ميوكوزا، هذه الصب ميوكوزا، وهذه ماسكولاريس ميوكوزا، فهذه طبقة خفيفة من المصل تفصل الميوكوزا عن صب ميوكوزا. شوفوا هنا أنا هم بالصورة، هنا أنا بالصورة واضحة مصل باندلز اوف ماسكولاريس ميوكوزا، هيا شوفوها هذه. إذن هذه الميوكوزا وهذه ماسكولاريس ميوكوزا طبقة خفيفة من المصل، بعدين تجي الصب ميوكوزا، وهذا اللاينج ابيثيليال اللي هو ستراتيفايز سكويموس ابيثيليال، واضح. بعدين تجيك الماسكولار لاير اللي هي الانر والاوتر، واضح الانر تكون سيركولار والاوتر تكون لونجيتيودينال المصل. وهذه اللي قلنا عليها ايزوفيجيال جلاند ميوكوس سكريتنج جلاند، وين موجوده؟ بالصب ميوكوزا. شوف هذه الصب ميوكوزا، هاي الميوكوزا وهذه الصب ميوكوزا موجوده بها الجلاند، شوفوها هذه الجلاند. هنا بالصوره ما طالع الجلاند واضحه، طالع الميوكوزا واللامينا بروبريا مال الميوكوزا هذه والماسكولار ميوكوزا هذه والصب ميوكوزا، بس الجلاند ما طالع بالصوره جلاند. طلاب واضح الصوت لحد الان؟ واضح الصوت. طلاب الشرح واضح؟ ما عندكم اشكال بي؟ نعم دكتور واضح. هذه بس يعني صوره توضيحيه للعلاج اللي يشوفون البوزيشن بتوين ايزوفيجاس اند تريكيا، هذا اللومن اوف تريكيا هنا الايزوفيجاس شوفوها، وشوفوا اللي هنا قلنا الايزوفيجاس ما بي فولدنج، شوفوا الميوكوزا سموث تقريبا ما بي اي فولدنج، واضح هذه وهذه اللاير مال الايزوفيجاس الميوكوزا والسميوكوزا والمصل اللاير والسيروزا، واضح. وهذه الريليشن شيب الانتيرير عاده تكون التريكيا والبوستيرير يكون الايزوفيجاس، واضح. هنا ناخذ الاستومك الجزء الثاني من
بعد الأورال. الأورال عادة دائما نتكل جماعة الأسنان وهذا نأخذ شغلات بسيطة علي، بس عادة نحن نبدأ بالإيزوفيجس ونأخذ الجزء الثاني اللي هو استومك. الاستومك الميوكوزا احنا حكينا عليها بالبداية وقلنا الميوكوزا هي simple columnar epithelial واضح، وبيها الروجي والغاستريك بيتس. هذه هي الغاستريك ميوكوزا، صراحة نعرف الريجن اوف غاستريك ميوكوزا. اكو اناتوميكال ريجن يعني اناتوميكال، واكو لا هيستولوجيكال ريجن، شويه اختلاف بسيط لان اناتومي ممكن نقسمها فور ريجن بينما هيستولوجيكال نقسمها ثري ريجن، لان اكو مناطق تشابه هي اناتوميكلي تختلف لكن هيستولوجيكلي تشابه الى حد كبير، فلذلك ممكن نقسمها هيستولوجيكلي ثري لاير اناتوميكلي فور لاير اوف ستومك. اذا الميوكوزا سمبل كولومينر ابيثيليال وبرزنس اوف غاستريك بيتس. هاي الغاستريك بيتس شوفوها، هاي البيتس هنا هم واضحه الغاستريك بيتس، وهذه الروجي هذا الكبير والروجي قلنا اللارج فولد الروجي، هاي الروجي وهنا الغاستريك بيتس هذه الاخاديد او الفتحات اللي تفتح بها الغاستريك جلاند. شوف الغاستريك جلاند وين تفتح بالبيتس، هنا هم صوره واضحه هذا البيتس واضح، وهذا الكبير هو الروجي، وهذه الفتحات اللي عن طريقها تفتح الغاستريك سكريشن منها يطلع الغاستريك جوس اوكي ويطلع اللومن اوف ستومك. زين احنا عندنا الاستومك از ديفايدد انتو ثري هيستولوجيكال ريجن، هاي مهمه ذا جاك الديفايدنج، هل هي يقول لك هيستولوجيكال ولا اناتوميكلي؟ اذا هيستولوجيكال يقول لي ثري ريجن اون ذا بيسس اوف النيتشر اوف جلاندز، على طبيعه الجلاند الموجوده يعني الجلاند تركيبها والستركتشر مالتها ممكن اقسمها، يعني انا اشوف انها تختلف من الكارديا الى البودي او الفندس بالاضافه الى البايلورس ريجن، ذن الثلاث تختلف الستركتشر اوف جلاند والسيل كونتنت. بينما اناتوميكلي لا فور لاير اللي هي الكارديا، تعرفون هذا مكان الاتاتشمنت بين اسوفيجس اند الستومك الكارديا، وبعدين فندس هذا الدوم شيب اوف ستومك هذا نسميه الفندس بارت، وهذا البودي او الفندق بارت والبودي، لذلك نوبا هذا الاثنين يسمونه فندس او فندق بارت. ليش؟ نفس الهيستولوجي لكن اناتوميكلي تقسمه انت كارديا فندس بودي والبايلورس والبايلوريك كانال. هذه يعني البايلوريك كانال ما لنا علاقه بها، هي اتاتشمنت مكان السفنكتر لايك هذا ويا الدودينم، بس فور لاير كارديا فندس بودي والبايلورس. هيستولوجيكلي لا الكارديا موجوده عندنا هيستولوجي هيستولوجيكلي، وعندنا البايلورس ريجن بالاضافه عندنا البودي والفندس هنا نفس الهيستولوجي، فلذلك يسمونه فندق بارت اوف ستومك. يناتهن هيستولوجيكلي مشابهات فنسميه فندق بارت اوف ستومك. زين كاردياك ريجن والفندق ريجن فندس عند البودي يناتهن والبايلوريك ريجن. راح ناخذ الكاردياك ريجن اوف ستومك، هذه الصوره توضح لنا الكاردياك ريجن، هذه الميوكوزا والفولدد مال الميوكوزا واضح بالاضافه الى الصب ميوكوزا هم واضح. الميوكوزا سمبل كولومينر وذ اوفال نيوكلياي ميوكس سكريتينج كاردياك جلاند ان ذا لامينا بروبريا، هذه الجلاند اللي تشوفها ميوكس سكريتينج جلاند، هذه واضحه ميوكس سكريتينج جلاند، والاوبننج يصير عن طريق البيتس غاستريك بيتس. شوف هنا تقريبا الجلاند مو كلش لارج الونجيتد، وهنا تقريبا هم تورتشوس تحسه مو سترايتد، شوف بيها تورتشوسيتي اوكي والفولدينج، فنتبوا انا هيك بارت اوف ستومك اقول هذا ممكن الكاردياك بارت هيك يصير الميوكوزا مالته والصب ميوكوزا والميوكوزا الجلاند، هذه شوفوها الميوكوس سكريتينج جلاند، بعدين تجينا جوا الصب ميوكوزا. اوكي الصب ميوكوزا تكون عاده بكونكتيف تشو، نعم جوا الميوكوزا هذه الميوكوزا، بعدين تجينا في الطبقه من الماسكولاريس ميوكوزي من المصل لير ماسكولاريس ميوكوزي، بعدين تجينا الصب ميوكوزا اللي عباره عن كونكتيف تشو. زين الميوكوزا ايش قلنا بيها؟ اللايننج ابيثيليال كله كولومينر سمبل، وبيها الميوكوس سكريتينج جلاند، هذه الميوكوس سكريتينج جلاند، بعدين تجينا فد لاير يعني سمول لاير مال مصل سموث مصل اللي نسميها احنا ماسكولاريس ميوكوزي، بعدين تجينا الصب ميوكوزا لاير، ورا الصب ميوكوزا لاير راح تجينا المصل لاير اللي هي هنا 3 تايب بالستومك مثل ما قلنا، هي انر سيركولر اوتر لونجيتودينال واكو ان بتوين اللي هي عاده بالبودي نشوفها اللي هي اوبليك. هنا بالكارديا باعتبار قريبه على الايزوفيجس ما واضح عندنا اللونجيتودينال، فالتو لايرز
بداية الاستومك اللي هي الكارديا تقريبا، نشوف الانر والاوتر فقط. السيروزا سمبل سكوموس ابيثيليال او ميزوثيليال لاير، سمبل فلات ميزوثيليال لايرز. هنا انا اشوف هذا الريجن اللي هي سمبل كولومينر وذ اوفر نيوكلياي بريزنس اوف غاستريك جلاند ان ذا لامينا بروبريا. هذه اللي نسميها هنا الفندق او اللي بارت اوف ستومك. هنا اشوفه اللارج جلاند هنا تقريبا، هذه السكند لاير اوف ستومك اللي هي الفندك ريجن. شوفوا اختلفت الميكوزا، شوفوا اذا ارجع لكم على الصوره شوفوا الميكوزا هنا الجلاند قليله تورتشوس ونوت اليونجويتد، والميوكوس سكريتنج سيلز هنا اللي موجوده جلاند ميوكوس سكريتنج جلاند موجوده بالميكوزا. هنا الصوره الثانيه شوفوا الميكوزا تقريبا الجلاند تاخذ شوف تقريبا اكثر من النص، شوف شوف الجلاند وهذه الميكوزا، شوف large elongated glands شوفوها الجلاند اكثر من الميوكوزا. انها هذه الميوكوزا، هذه الميوكوزا واضحه وهي البيتس gastric بيتس، وهنا large elongated gland شوف، والجلاند هنا تكون multiple cells. هسه راح نشوف السير كونتنت اوف فندق ميوكو فندق بارت اوف فندق ريجن اوف ستومك. واضح في الميوكوزا كذلك سمبل كولومينر وذ اوفر نيوكلياي بريزنس اوف gastric gland اللامينا بروبريا. هنا الجاستريك جلاند شوفوها elongated تقريبا، يعني لو تشوف الميوكوزا تاخذها هاي كلها تقريبا ثلثينها هي الجلاند، بينما الميوكوزا السمبل كولومينر ابيثيل ما تمثل الا حتى الربع. اذا شوف بينما هنا لا تقريبا يعني متساويين الى حد كبير، الميوكوزا السمبل كولومينر والجلاند تقريبا 50-50. هذه مهمة من نعطيك سلايد ويقولوا لك هذا يا جزء من الاستومك على ضوء الميوكوزا والجلاند انت تعرف تقول لي هذا فندق او الكاردياك بارت. زين شوفوا هنا كذلك اللايننج ميوكوزا، شوفوا هنا بالصورة التوضيحية للفندق بارت اوف غاستريك، شوفوا هنا هذا الروغي لارج فولدينج، هذه لارج فولدد بارت اوف ميوكوزا هذا الروغي، وهذه هذه الخشبات الصغيره هذه نسميها البيتس غاستريك بيتس اللي عن طريقها شوفوا تفتح الغاستريك جلاند. فممكن البيتس الوحده تفتح على غاستريك جلاند وحده او ممكن اكثر، مور ذان وان غاستريك جلاند اوبن تو ذا سيم بيتس. اكو نوبات شوف هنا نشوف ممكن تلقى مور ذان وان جلاند اوبن تو ذا سيم بيتس وان بيتس، واكو نوبات لا تلقى جلاند وان جلاند اوبن تو ذا بيتس، فممكن تختلف. شوفوا هنا هذه البيتس وبعدين تجي اللارج الونجيتد جلاند، هذه الغاستريك جلاند شوفوا هذه غاستريك جلاند واضحه، فاكو اثنين هنا مثلا اوبن تو ذا سيم بيتس. اوكي هنا هذه كلها الميوكوزا، هذه كلها الميوكوزا، فتقريبا لو تشوف تو ثيرد هو الجلاند، تو ثيرد الجلاند، وهذه الابر لاينج ميوكوزا ماخذ تقريبا ابر وان ثيرد. زين هنا بعدين ماسكولاريس ميوكوزا، هذه الطبقه مع الماسكولاريس ميوكوزا اللي تفصل لنا الميوكوزا عن صبي ميوكوزا، وهذه هي الصبي ميوكوزا. شوفوا الصبي ميوكوزا هنا واضح، وهنا ماسكولاريس ميوكوزا اللي قلنا عليها، هذه لامينا بروبري شوفوا لامينا بروبري اللي بيها لوز كونكتيف تشو بيها بلس سبلاي واللمفاتيك والنيرف. اوكي البرانش اوف موجوده لوز كونكتيف تشو، هذه سبورتنج كونكتيف تشو للميوكوزا، وهذه تجي الصبي ميوكوزا اللاير او الماسكولاريس لاير، هذه قصدي ماسكولاريس ميوكوزي، وبعدين تجينا الصبي ميوكوزا هذه اللي هي قلنا عليها كونكتيف تشو، واضح بها البلد سبلاي والنيرف والليمفاتيك وحتى بها الباراسمبثيتيك جانجليونيك سيلز. هنا نشوف طبقه جديده من المصل هي الاوبليك مصل، شوفوا طلعت هنا اوبليك ما تطلع كونتينوس، شوفها ليش؟ لان هي اوبليك فبالسكشن ممكن يطلع جزء بسيط منها، واضح هنا الاوبليك، وهذه بعدين السيركولر لاير، شوفوا السيركولر لاير هنا لو تشوفون سكشن هذا عباره عن لونجيتودينال سكشن ولا ليس كروس سكشن، لونجيتودينال سكشن يعني لونجيتودينال وليس كروس، لذلك نشوف اللونجيتودينال مصل لاير طالعه كلها تقريبا، ليش؟ يعني جاي قطع وياها على طولها، بينما السيركولر لا جزء من السيل طالع من المصل فايبر طالع جزء من السيل مال، ليش؟ لان صار القطع مالتها
يعني كروس سكشن لها بينما صار القطع ويا لونجيتودينال، لان هذه لونجيتودينال سكشنينج عكس اللي شفناه من الساعه ذاك. كروس لا نشوف هذه كامله السيركولر ونشوف الاوتر جزء او اللونجيتودينال جزء بسيط من يطلع. انت تصورها يعني تصورها ذا سيركولر وتقطع لونجيتودينال، لونجيتودينال تطلع الفايبر كلها، لان هو الفايبر صار على طول السكشن وياي، يعني انا قاعد اقطع على طول اللونجيتودينال، بينما السيركولر راح انا قطعه بالنص، اقطع الخليه اقطعها اخذ جزء بسيط من الخليه حسب مكان القطع وين، ممكن بدايه الخليه نهايتها بالسنتر مالتها. لذلك تشوفون اكو بعض الخلايا بيها نيوكلياس اكو بعضها ما بيها نيوكلياس، يعني القطع صار بعد النيوكلياس او قبل النيوكلياس، هنا اكو بعض بيه. اوكي الطبقه الاخيره هذه هي السروزه، هذه السروزه هنا السروزه تكون عاده جزء من البريتونيوم نسميها فيزرال بارايتال لاير، فيزرال بريتونيوم، فيزرال بريتونيوم هذه عاده تكون فلاتد او فلاتنت ميزوثيليال سيلز. هذا الانتراموسكولار لاير تعرفون هذه الانر وهذه الاوتر، بيناتهم اكو طبقه خفيفه هذه من الكونكتيف تشو هذه نسميها انترموسكولار بين التو مسل لاير انتر ماسكولار. هذه بيها المينتريك بلكسس الجروب الثاني مع الباراسمبثيتك جانجليونيك سيل هنا، وهذه مهمه ليش؟ لان بعد فيتنا خاصه باللارج باول او اللارج انتستين، لان اذا ما لقيناها ممكن اكو بعض الديزيز اللي يصير سامعين بيصير شلل الامعاء يسمونها هير سيبلينج ديزيز، يسمون شلل الامعاء يعني طفل او حتى الاولد ايج هذا ممكن يصير عندهم شلل الامعاء، يعني ممكن خاصه الاطفال يعني كونستيبيشن كرونيك كونستيبيشن. فهذا السبب مالته، السبب مالته هو المشكله بالماينتريك او الاورباخ بلكستين البارا جانجليونيك سيل ما نلقاها، فلذلك ندور بالسلايد نلقى البارا سمبثيك جانجليونيك سيل وما نلقاها، هي ضروريه نلقاها في اللارج يوزينوفيليك سيل اكسنتريك نيوكليوس روبنيت نيوكليلاي تلقاها في اللارج سيل موجوده مع البارا سمبثيتيك جانجليونيك سيل، ونلقاها بالماسكولار لاير كذا في تو لاير. هنا نسميها بالصبي ميوكوزا نسميها ميزنر بلكسس، هنا نسميها انتر ماسكولار نسميها المايتريك بلكسس او اورباخ بلكسس. هذه كذلك الصوره التوضيحيه توضح لك اللارج تقريبا ستايت مو مثل ذيك برانشينج مثل اللي شفناها الجلاندي الموجوده بالكارديا، هنا تقريبا ستريتد جلاندز مستقيمه تقريبا البرانشينج مالتها قليل، وشوف اللاير مالتها وشوف السيل اللي موجوده، شوف اكو ميوكس سكريتنج سيل، هاي النيك مال الجلاند هذا النيك، وبعدين تجي البيزل والبادي اوف جلاند، واضح النيك والبادي والبيزل هم يقسمون جلاند 3 لايرز، يعني هذه نوبات قسم على مود التايب اوف سيل، لك هاي السيل كومن بالنيك بارت اوف جلاند، وهذه كومن بالبادي سايد، وهذه الكومن بالبيزل لاير اوف جلاند. وتشوفون التايب اوف سيل هاي كلش مهمه الفندك بارت اوف ستومك، تشوفون سيلز مثلا شوف الميوكس سكريتنج سيلز، هذه الميوكس سكريتنج سيل هذه عاده نشوفها بالابر بارت، هنا نجي نشوف البرايتال تقريبا انا ماخذ اللون البرتقالي او الاحمر تقريبا، هذه برايتال مهمه تفرز البرايتال سيل، وتفرز لنا انذر فاكتور هو يسموه انترنسك فاكتور، انترنسك فاكتور اللي فيري امبورتنت بالابسوربشن اوف فيتامين بي 12 اللي امبورتنت كذلك فور فورميشن اوف ار بي سيز، تعرفون اذا صار ديفكت بالابسوربشن اوف فيتامين بي 12 ممكن يسوي لك تايب اوف انيميا يسمونها ميغالوبلاستيك انيميا. اوكي فهذا السبب البي 12 الابسوربشن مالته فيري امبورتنت، لان ينتحد ويا الانترنسك فاكتور، انترنسك فاكتور منو تفرزه؟ تفرزه البرايتال سيل اللي موجوده وين؟ بالستومك عاده بالفندك بارت اوف ستومك موجوده بالجلاند، تفرز لنا الانترنسك فاكتور، وبعدين يصير اتاشمنت ويل بي 12 وينسحب بالسمول انتستن خاصه بالترمينال بارت اوف اليوم، واضح؟ فنوبات اذا صار عندنا كرونيك غاسترايتس او اي ديزيز اوتو اميون ديزيز او اوتو اميون ديزيز اوتو اميون غاسترايتس يصير ديستركشن، يصير انتيبادي سبيسيفيك للبرايتال سيل، يصير ديستركشن للبرايتال سيلز، هنا راح يصير انترنسك فاكتور عندك شو يصير؟ ديكريز سكريشن او ابسنت سكريشن انترنسك فاكتور، بعدين الابزوربشن مال بي 12 راح يتاثر، والنتيجه انها راح يصير عندك انيميا يسمونها ميغالوبلاستيك انيميا، يصير السيل لارج تقريبا اوفر شيب او rounded shape RBCs large، وهذا بعدين يؤدي الى تكسر، تتكسر
فيسمونه نوع من انواع الهيموليتيك انيميتد كسر الار بي سي لين سايز مالتها مو مثل ما كانت هي قص ديسك لايك وبيها انفاجينيشن بالسنتر هنا تكون لارج سوالين ار بي سي فيصير ديستركشن بالسبلين بانذر بارت فيصير عاده هيموليتيك انيميا يصير المريض عنده والسبب هو انترنسك فاكتور ديستركشن ابسنس والسبب ليش ممكن اوتوميون او ممكن تايب اوف غاسترايتس كرونيك غاسترايتس فمهمه تعرف ان البارايتال سيل مسؤوله عن السكريشن اوف اتش سي ال حامض ال اتش سي ال وكذلك الانترنسك فاكتور التشيف سيل هنا انذر تايب اوف ذا سيل هاي التشيف سيل اللي موجوده هاي تفرز لك البيبسينوجين هذا الهرمون البروتيوليتيك هرمون واضح اللي مسؤول عن الكليفج اوف بروتين بروتيوليتيك هرمون بس هنا ينفرز انكتف عاده هو موجود انكتف هنا للسيرفيس اوف غاستريك وي الغاستريك جويس ويا اتش سي ال بعدين اتش سي ال يسوي لنا ستيميليشن حفز لنا البيبسينوجين لا بيبسين وبيبسين عفوا هو بروتوليتيك هرمون هذه مهمه اتشيف سيل بعد عندنا جي سيل هذه هنا تايب اوف انتيرو اندوكرين سيلز يعني التايب اوف اندوكرين سيلز هذه جي سيل موجوده هذا النوع من انواع كل السيلز اللي موجوده هنا يسمونها اكسوكرين سيلز اكسوكرين يعني السكريشن مالتها اكسوكرين تو ذا عن طريق دكت وهذا لا هنا انا نعتبرها هي الوحيده تقريبا هي اللي نعتبرها اندوكرين سيلز وليس اكسوكرين سيلز والسكريشن راح يصير عن طريق وين عن طريق البلاد هنا دائما قريبه عليها بلس سبلاي فتكون هي بالبيز موجوده هنا بلس سبلاي قريبه عليها والسكريشن خاصه الجاسترين هرمون وهذه هذا بعدين هم يشتغل يزيد السكريشن اوف غاستريك جلاند هم يروح بالبلاد سيركيليشن ويرجع بعدين هم يحفز لنا الغاستريك جلاند هذه على السكريشن اوف بيبسينوجين او اكبر الفاوند ان ذا فاندس اند البودي هذه البارت اوف غاستريك فولد اللي موجوده الغاستريك بيتس شوف هذا البيتس غاستريك بيتس وهذه واضحه وهذه واحده من البيتس ماخذينها مفتوحه وين على الغاستريك جلاند وتشوفون الغاستريك جلاند ممكن واحده تفتح على بيتس ممكن اكثر من جلاند تفتح على غاستريك بيتس واحده found in the fundus on the body of stomach extend deep into the underlying lamina propria تنزل هذه الغاستريك بيتس تنزل جوا اللامينا بروبريا هذه غاستريك جلاند شوفوها غاستريك جلاند هنا موجوده وين found in the fundus on body of the stomach extend deep وين كل elongated gland واضح تقريبا ماخذه تقريبا ثلثين الميوكوزا هذه الميوكوزا ثيكنس مال الميوكوزا هي ماخذه تقريبا ثلثين هي الجلاند زين سكريت غاستريك جوس والغاستريك جوس من يكون ميوكوس اند ال غاستريك جوس تفرزنا والغاستريك جوس حكينا عن بيبسينوجين والسي ال انذر انزيمز وبالاضافه للميوكوس سبستانس المهمه فور بروتكشن اوف الميوكوزا فروم اتش سي ال الميوكوس سكريتينج بالاضافه للغاسترين والغاسترين زين ايج غاستريك بيت كوميونيكيت وذ سيفرال غاستريك جلاند ممكن هذه غاستريك بيس كونكت تو ذا وان اور مور ذان وان غاستريك جلاند تو تايب اللي هي بارايتال سيل حكينا عليها هذه صوره توضح لك البارايتال سيل واضح وهذه التشيف سيل عاده تكون زرقاء والبارايتال تكون حمراء لارج سيل واضحة وهنا الشيف سيل البارايتال سيل عادة تكون بالأبر بورشن أوف غاستريك جلاند بينما الشيف سيل تكون عادة باللور بارت وهذا الانتيروندوكرين سيلز شوفوا هذا الجي سيل حكينا عليها شوفوا وين موجود عادة هم باللور بارت أو البيزل بارت هنا السيل أوف ذا فندس هذه صورة هيستوباثولوجيكلي وليس صورة توضيحية تمثل لنا الميوكوس نيك جلاند ميوكوس نيك سيلز موجوده وعندك البارايتال اوكسنتيك سيل هذه هنا هذه شوفون هذه اللارج ايوزينوفيليك سيلز هذه هي البارايتال سيل شوفوها واضحه من بالسلايد انت فحصت تقول هذه البارايتال واضحه والزرقاء عاده تكون شيف سيلز موجوده بيزل والميوكوس سكريتينج سيل هذه ميوكوس سكريتينج سيلز اللي هي نسميها ميوكوس نيك سيلز فاكثر شيء ميوكوس نيك سيل شوفوا البرايتال سيل ما موجوده يعني بكثره وانما فرادة متوزعه يعني جروبات تشيف سيل او يسمونها بيبتيك او زايموجين سيلز اذا البرايتال لها اسم ثاني اوكسنتيك سيل وتشيف سيل لها اسم ثاني بيبتيك لان تفرز لنا البيبسينوجين او يسمونها الزايموجين سيلز
وبعدين انتيرو اندوكرين سيلز وبعدين اندفرنشيتد بيزال سيل. اندفرنشيتد هذه اندفرنشيت سيل ممكن بعدين يصير في ديفرنشيشن تعطينا انذر تايب اوف سيل ممكن تشيف ممكن برايتال ممكن الانتيرو اندوكرين سيلز وحتى الميوكوس نيك سيلز لان هذه اندفرنشيتد وكانما الخلايا المولده او الخلايا اللي ما صار بها ديفرنشيشن بيزال سيلز. هنا لك كذلك هم صور توضيحية تعطيك التايب اوف سيل اللي موجودة السيرفيس لاين السبر كله من الابيثيليا يقول لك هيك هذا السير مالته بعدين الريجنراتيف او البيزال سير خلايا المولده هذه بعدين تجينا ميوكوس نيك سير هذا شكلها ما مطالبين بها الحفظ بس واحد ممكن يقول لك انا بدي اشوف اشكال تختلف طبعا والفانكشن مالتها تختلف هاي الاوكسنتيك بارايتال سيل والتشيف سيل والانتيروندوكرين سيلز واضح هذه اخر وحده فذني تقريبا 6 تايب اوف سيلز اللي موجوده بالجاستريك جلاند بالفندس كل وحده لها فانكشن وظيفه تختلف عن الثانيه. هذه هم كذلك صورة توضح لك هنا رسم توضيح شو يوضح لك شوف تشيف سيل زرقاء تكون عادة والبرايتال سيل تكون حمراء. البرايتال مسؤولة عن سكريشن اوف اتش سي ال هذا كلوريك اسيد وال ابسوربشن بالاضافة للتشيف سيل او تشيف سيل مسؤولة عن البيبسينوجين سكريشن بروتوليتيك انزيم اللي بعد ما يتحول الى بيبسين واضح. وهنا أنا هذه الصورة كذلك شوف البرايتال سيل واضحة والتشيف سيل واضحة ذي نزلك وهذه الحمر واضحة إنه هذه برايتال والتشيف سيل. هذه كذلك صورة توضح لك the functioning of each type of cell. البرايتال سيل mostly in the proximal portion of the gland مثل ما حكينا بالطبقة العليا عادة proximal portion يعني بالأبر portion of the gland secrete intrinsic factor والhydrochloric acid هذه مهمة very important information واضح. وشوف ال HCL وين يشتغل يحولين البيبسينوجين إلى بيبسين لين يطلع عندنا البيبسينوجين عادة موجود بالإنكتيف ستيت واضح إنرت ستيت إنكتيف ستيت ولا إذا كان أكتيف ممكن يصير ديستركشن أو أوتوليسيس أو يعني بروتوليتيك ديستركشن أوف ذا سيل نفسه لكن ما يصير الأكتيفيشن إلا يروح للميوكوزا وعن طريق ال HCL يتحول إلى بيبسين هو بروتوليتيك إنزيم عادة يكون إنكتيف داخل السيل. التشيف سيل موست أبوند abundant well بال near base of the يعني باللور بارت باللور بارت باللور بارت of a gland أو secrete pepsinogen secrete a pepsinogen inactive a proenzyme واضح proenzyme the pepsinogen is converted by HCL in the gastric lumen to the pepsin active proteolytic enzyme يعني الـ HCL هم very important تحويل البيبسينوجين إلى بيبسين والانتيرو اندوكرين سيلز اللي هي بارت من الاندوكرين يعني المنتشر على طول الجي اي تي اكو اندوكرين سيستم ما موجود على شكل جلاند مثل ما متعودين انتم الاندوكرين جلاند تشوفونه مثل بنكرياس جزء بنكرياس او بيتيوتر جلاند او انذر تايب اوف جلاند مثلا ال اندوكرين سيلز اللي مثلا الثايرويد او غيرها هذه لا موجوده سيبريتد بالجلاندز اوف جي اي تي فهو جزء من الاندوكرين سيستم حتى التيومرات نواه التيومر نفس التيومر يصير بالاندوكرين سيستم. هذه هم صوره توضيحيه قلت لك الانتيرو اندوكرين سيستم وين اللي يعتبرونها ابوت سيلز واضح مختصر مال ابوت فهي جزء من الاندوكرين سيستم الموجود هي هذه الخلايا الاندوكرين سيلز اللي موجوده على بالجي اي تي وفيري امبورتنت لانها هي سكريتينج هرمون بالاضافه اليها بارت من الاندوكرين سيستم تفرز لك ملتيبل هرمونز اللي يفيدنا بالفانكشنينج اوف ذا جاستريك وانذر تايب اوف جي اي تي سكريت مثلا لوكيتد وين ان ذا بيزال بورشن اوف ذا جاستريك جلاند سكريت سيروتونين هيستامين والجاسترين. These are endocrine cells which are release the product into the blood. تعرفون انتم الاندوكرين معناها للبلاد والاكسوكرين لا عن طريق دكت to the surface epithelial. وهذه الفندك ريجن كذلك خلصنا من الميوكوزا شوفوا هسه اللاير مال الميوكوزا شوفوا تقريبا ثلثين اللاير هي الجلاند بينما السيرفيس epithelial مثل ربع تقريبا هذا السيرفيس epithelial وهذه الجلاند gastric gland وهنا اللامينا بروبريا بعدين تجينا موسكولاريس ميوكوزا والصب ميوكوزا خلصنا من الميوكوزا راح نجي الصب ميوكوزا منين اللي تحتوي على بلاد سبلاي قلنا بلاد فيزل بيها لمفاتيك بيها الميزنر بلكسس مهمه الميزنر بلكسس وين موجوده بالصب ميوكوزا اللاير بعدين تجيك الماسكولار اكسترنا اللي هي او الماسكولار لاير او الماسكولار اكسترنا
ليش يعني عندنا اكو نوبات يسمونها ماسكولاريس ميوكوزي فيها حتى يميزونها يقول لك ماسكولاريس اكسترنا اللي هي ان انر اوبليك ابسنت ان ذا بايلورس ما موجوده بالبايلورس والميدل سيركولر اند الاوتر لونجيتودينال اذا هذه مهمه الماسكولاريس الاوبليك ما موجوده بالبايلورس البايلورس هم بها تو تايب اوف مصل السموث مصل اللي هي سيركولر واللونجيتودينال يعني البايلوريك من يجيك الاوبليك هل موجود بالبايلوريك ريجن تقول لا ما موجود بالبايلوريك ريجن فقط بالبدي اكثر شيء موجوده هذه اللاير السيروزه consists of the surface layer of a flattened mesothelial cell resting on thin layer of loose connective tissue with the blood vessel السيروزه عفوا عاده سموث لاير او flattened mesothelial cell موجوده underlying loose connective tissue هذه هم كذلك الصوره توضح لك كل اللاير مال البادي اوف ستومك واضحه نشوف هذا الاحمر موضوح هو كل البريتال سيلز والازرق هو تشيف سيل هذه هي الميوكوزا اوف ذا فندس بارت اوف ستومك وهذه الصب ميوكوزا واضحه وهذه الاوبليك مصول وهذه الاكسترنال والانترنال سيركولر هذه تقريبا الفور لاير هذا مهم الفور لاير اوف غاستريك ميوكوزا وهذه اخر شيء هي الاستومك بايلوريك ريجين الميوكوزا شوفوا البايلوريك ريجين اكثر شيء اللي تكون للميوكوزا هي السيرفس ابيثيلا شوفوا والبيتس مالتها شوفوا المصل لير كلش قليله تقريبا ثلثين للسيرفس ابيثيليال جلاند اند بيتس والميوكوس جلاند قليله موجوده هنا عاده الميوكوس سكريتينج جلاند شوف تختلف تماما عن البادي شوفوها ما موجوده نفس اللير ولا السيلز اللي موجوده عاده هنا بايلوريك جلاند اللي موجوده كلها ميوكوس سكريتينج جلاند شوف الديب غاستريك بيس وين تنزل اكستند هالف اوف ذا ثيكنس اوف ميوكوس تقريبا ماخذ نص الغاستريك ميوكوس شوفوها اللي هي الغاستريك بيتس الماسكولار سكسيرن انر سيركولار والاوتر لونجيتودينال لاير وهنا ثيكند الانر ليش حتى تسوي لك سفنكتر مال بايلوريك فالانر سيركولار لاير مال الماسكولارس اكسترنا مال البايلوريك ريجن يكون ثيك ليش؟ أنا هسوي لك بايلوريك سفنكتر اللي يربط باليدودينا والصبي ميوكوزا and السيروزا same as in the fundic part ما تختلف عن الفندس وهذه هم صورة البايلوريك ريجين شوف أكثر شيء الغاستريك بيت شوفوا هذه غاستريك لايننج ميوكوزا والغاستريك بوينت متديب وهنا ميوكوس سكريتينج جلاند جواب فأكثر تقريبا أكثر من النص هي الغاستريك بيتس وغاستريك سيرفس ابيثيليال هذه هم صورة توضيحية لونجيتودينال سكشن ماخذينها مال ستومك وهذه شوف قلنا هنا ثيكند الانر سيركولر شوفوها على مود مال الـ 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 مال البايلوريك ريجن حتى تسوي لي البايلوريك سفنكتر هذا شوفوه هنا راح يختلف الميوكوزا اختلفت لانها طبت لي عن طبين على ديودينم الفيرست بارت اوف ديودينم شوفوها وهذا البايلوريك نوبات هنا يصير اوبستركشن تيومر اوف شيء هاي يسمونها البايلوريك ريجن ممكن هايبرتروفايد خاصه بالاطفال هايبرتروفايد اوف ذا ماسكولار لاير سوي لك هم غاستريك اوتلت اوبستركشن يسموها غاستريك اوتلت لان باعتبار مخرج الاستومك الانلت والكارديو والاسوفيجاس والاوتلت والديودينم فيسمونه غاستريك اوتلت اوبستركشن هذه خلصت المحاضره طلاب مال ستوم ان شاء الله بس ام سي كيو هنا ذا ستراتيفايد سكويم اصلا كيراتيناز ابيثيليال از فيتشر اوف من ذا نيات تختارون اسوفيجاس ستومك ابندكس والريكتم اسوفيجاس فيري جود اسوفيجاس اي فيري جود اسوفيجاس فعلا السؤال الثاني ديب غاستريك بيتس از فيتشر اوف ديب غاستريك بيتس feature of esophagus cardiac part of stomach fundic part of stomach pyloric part of stomach pyloric fundic part deep gastric pyloric شكرا طلاب شكرا جزيلا